مشاهدينا طابت أوقاتكم. من وسط الحكي وعجقة الحكي، من شباك الفن الراقي أطلت، ومن حدود السماء وصل إلينا صوتها، وأخذنا لبعيد وضيعنا، فكانت كل شعاب الجبال امتداداً له. تركت الألم وحده على الورقة وقالت بكتب لك صوت عذب كمياه نهر، منبعه الفردوس ومصبه القلوب، وما الأغاني سوى كلمات ما لم يراقصها اللحن على نوتات الفن. وللفن أهله وموسيقيوه وأساتذته، وماذا لو كان الموسيقي طبيب لحن يشخص الوتر ويصف له النوتة ويشفي الروح من صدى الزمن. في حلقة اليوم نجمع الصوت باللحن، الإبداع بالفن، لنطل عليكم بأجمل ألوان الحياة وأكثرها رقياً مع ضيفينا الفنانة أميمة الخليل، أهلاً ومرحباً بك، والمؤلف الموسيقي قائد أوركسترا وباحث في العلوم الموسيقية من الجزائر الدكتور سليم الدادة. أهلاً وسهلاً بك دكتور سليم. أبدأ معك أميمة، في آخر أعمالك تحديداً صوتي مش إلك قلتي أنا حبستني الغنية، هل فعلاً كان اللون الخاص بأميمة الخليل حبساً لها؟ كلا. أول شيء مرحبا، أهلا وسهلا. شكرا على تقديمك، حلو كثير هالتقديم، تستاهلي أكثر. وحلو كيف ربطتي كل الأغنيات وكلام الأغنيات ببعضهم. حبستني الغنية مش الموقع هو اللي حبسني، ومش مش المسيرة أو الخط الفني اللي أنا اخترت إني أبقى فيه وإني ناضل فيه وإني هي شيء هيك ممكن يكون بيأسرك بده يتملكك. أنا ضد التملك، أنا ما في شيء بيتملكني، لا أغنية ولا شخص ولا نوع موسيقى ولا شاعر ولا كلمة. أنا الحرية بالنسبة لإلي ولغيري، مش بس لإلي، الحرية هي القيمة الأعلى والقيمة الأغلى، هي اللي غنيت لها كثير، هي اللي غنيت لها كثير. فمن هالمنطلق بقول ما في شيء بيحبسني، انا صوتي مش إلك ولا صوتي إلي. نعم، صوتي للحياه، للناس. نحن هون بألوان الحياه. في صوتي مش إلك قالت أميمة الخليل حبستني الغنيه، وفي اغنيه عصفور طل من الشباك قال لك العصفور من القفص هربان عندما كنت في 12 من العمر. نتابع. نعم. طل من الشباك وقال لي يا نونو خبيني عندك، خبيني دخلك يا نونو، خبيني عندك، خبيني دخلك يا نونو. عم تضحكي وانت تستمعين الى صوتك بعمر 12 من العمر؟ ايه، لانه في كثير يعني هالنبره هذه بتختصر عمر، تختصر تفاصيل كثيرة من على الطريق، على الطريق، الطريق يعني اللي هو من بعلبك، من ضيعتي الفاكهة لبيروت لحتى سجل هذه الأغنية، بتختصر طرقات بالطيارات لبلدان، أكثر شيء كنا نروح على الجزائر كبلدان عربية، بتختصر تفاصيل صعبة كثير عشتها بهالفترة. يعني أنا كنت عم بدرس وبنفس الوقت عم بطلع على المسرح، فكان فكرة التأقلم كتير صعبة بالنسبة لإلي. بس ما في شك إنه الجدية اللي هيك خلقت فيي، اللي موجودة بشخصيتي، هي اللي ساعدتني لحتى أكون قادرة أكفي هون بالمدرسة وفوت على الجامعة، وبنفس الوقت قادرة أكون على المسرح بنفس هذه الجدية وبنفس هذه المسؤولية. وبتذكر كمان لما اسمع هالنبره، بتذكر لما سجلتها، وكان كنت خجوله كثير، وكنت يعني واقفه قدام الميكروفون بالاستوديو وعم بغني، يعني شيء انه فاتحه تمي، لدرجه انه المهندس الصوت الله يرحمه نبيل ممتاز قال لي عمو افتحي تمك انت وعم بتغني. فكتير في ذكريات وكتير في عصفور طل من الشباك، ما سمعناها يعني في احلى من الفيرسيون الاولى، تغير مثل ما قلتي.
تغير أكيد تغير، يعني صار بلكي بيفكر أكثر، صار هذا الصوت، وما بعرف إذا منيح إنه يفكر أكثر الصوت. بقول من محل ما وقفت أميمة البنت 12 سنة، قلت له أنت من وين؟ قال لي من حدود السماء. قلت له جاي من وين؟ قال لي من بيت الجيران. قلت له خايف من مين؟ قال لي من القفص هربان. قلت له ريشاتك وين؟ قال لي فرفطها الزمان. عصفور طل من الشباك وقال لي يا نونو خبيني عندك، خبيني دخلك يا نونو. يسلم هالصوت وهالغنية، فعلا بتأثر فينا كلنا وبترجعنا لأيام كتير حلوة. بدي انتقل لدكتور سليم الدادة. دكتور سليم مرة ثانية أهلا ومرحبا بك. الهوية الموسيقية الجزائرية الغنية والمتنوعة، كيف يعرفها دكتور سليم وكيف أثرت به؟ أهلا، مساء الخير ومرحبا لكل المشاهدين قناة الميادين وعلى خطى أميمة الخليل. أنا أيضا شاكر جدا لهذا التقديم الجميل، وكما ربطت عناوين وكلمات أغاني أميمة الخليل ربطت أيضا بين التأليف والتلحين والشعر والأداء، وهذا يعني في صميم عملي اليومي منذ أكثر من 20 سنة كموسيقار وموسيقي محترف. طبعا هذه النبرة الأخيرة تدعوني إلى أن أحيي أميمة الخليل الصديقة والتي لم ألتقي بها إلى اليوم، لكن كان في مشروع يعني على أساس أنه نشتغل مع بعض في 2016. أنا كنت في بيروت وكنت بصدد الاشتغال على موسيقى فيلم سينمائي جزائري تونسي لبناني ويحكي قصة أغوستينوس العالم والفيلسوف المسيحي الكبير والتي تعود أصوله إلى الجزائر مدينة سقهراس يعني تحديدا، وتوفى أيضا في عنابة في الشرق الجزائري اليوم. بالنسبة لي الموسيقى الجزائرية هي أو الهوية الجزائرية هي هوية مختلطة، هي هوية تراكمات حضارات، تراكمات خيبات، تراكمات نزوحات، هي هوية تشرب إلى الغرب لكن بعمق إفريقي وتأثر عربي يعني أو مشرقي إن شئنا. الهوية الجزائرية حاولت أني أصوغها دائما في حول موسيقاي، سواء في الأعمال الموسيقية البحتة السيمفونية منها أو الحجرة أو موسيقى الأفلام، لكن أيضا عن طريق الأغنية أو التلحين للأغنية. وفي كل مرة يعني أكتشف أن هناك جذور وبذور لأبعد مما أتصور في كل مرة. في بعض الأحيان يعني أشياء تقارن بما هو موجود في آسيا الوسطى أو أشياء موجودة أيضا في إيطاليا أو في إسبانيا أو في فرنسا أيضا. كذلك الأمر أيضا بالنسبة للآلات الموسيقية أو الإيقاعات أو الكثير من المؤشرات الموسيقية الموجودة في العمق الإفريقي. طيب دكتور سليم الدادة، قبل أن أتابع معك نشاهد معا هذا المقطع. دكتور سليم، بالفعل أنت درست الطب البشري، يعني ما الرابط اليوم بين الفن والطب؟ هناك مقولة تقول أن الطب أو طب طباني، طب الأذهان وطب الأبدان، ولا يحصل الثاني إلا بصلاح الأول أو ما يحصل الأول إلا بالثاني. يعني لا، أنا لا أجد هناك فرق يعني ما بين العلاج البدن وعلاج الروح، وأعتقد الموسيقى تساهم كثيرا والثقافة عموما والفن يساهمون في تحسين الظروف العيش وإعطاء هذا الشغف بالحياة، الشغف بكل لحظة
عن طريق الموسيقى. وأنا ارتضيت لنفسي أن أرتدي هذه القبعة، يعني مع أنه درست الطب وتحصلت على شهادة الدكتوراه منذ أكثر تقريبا 20 سنة، لكن رأيت أن ممكن دوري كموسيقار، كمؤلف موسيقي، كإنسان يؤرخ لتاريخ أمة معينة عن طريق الكتابة، عن طريق التأليف، عن طريق الإبداع، يمكن أن يكون أرسخ من ممارستي للطب كمهنة التي أحترمها وأقدرها كثيرا. بالعودة إليك أميمة، نتابع مقطعا من أغنيات وجد ومنرجع. كم هباء كل شيء كان من قبلك، ومن بعدك كم صار كل شيء بهاء يا بني، يا بني. وجد من ضمن مجموعة أغاني تقاسم تأليفها الموسيقي زوجك هاني سبليني وأيضا باسل رجوب، ويرافقك هاني يعني في أكثر من أغنية، في أكثر من محطة. لما كنت بنت صغيرة كان يرافقك والدك، حتى ابنك نادي موسيقي. هون سؤالين، أن تكوني جزءا من عائلة فنية، هل ذلك يراكم مسؤولية أكثر عليك؟ وما دور الرجل في حياة أميمة الخليل؟ كتير بنسأل هذا السؤال. دور الرجل مهم كتير، مثل ما دوري أنا كامرأة بحياته كمان مهم كتير. ما ممكن نكون ناجحين ولامعين إلا إذا كنا مع بعضنا. ما ممكن، إحنا منكمل بعضنا ومنساعد بعضنا، وخلقنا حتى نساعد بعضنا. هاني كموسيقي، خليني أحكي شوي عن هاني. طبعاً كان والدي يركض قدامي لما كنت صغيرة، تعرفت على مارسيل بنت سبع سنين حتى أتعلم موسيقى بوقتها. هيك كانت معرفتي بمارسيل، وطبعاً ما تعلمت موسيقى لأنه كان الحرب سبقتنا وحالت دون هذا الموضوع. ولاحقاً طبعاً يعني مارسيل كان بتنرفع القبعة الحقيقة لمارسيل، لأنه يعني مسؤولية مراهقة بهديك الوقت، فكان عن جد مسؤول، وكان عن جد متابعني وعن جد حريص علي لأنه أنا مسؤوليته يعني. وبي كمان حط ثقة كتير كبيرة بمارسيل، فهودي الرجلين يعني هن مفاتيح إذا بدك نجاحي. إلى أن تعرفت بهاني، وهاني موسيقي متنوع جدا مثل ما كان عم بيحكي سليم. مرحبا يا سليم. هلا بنرجع. اهلا، مرحبا. مرحبا. فهو عن جد متنوع، عن جد ما بيشبه حدا، ما بيقلد حدا. هو عازف امبروفيزور، يعني بيعمل الارتجال بالموسيقى، بيعزف كتير فيوجن، جاز، روك، سول، بلوز، إلى آخره. فهاني، مع هاني رحت لمكان آخر ببيتنا، ثقبت أنه هيدا هو زوجي، هو موسيقي. بس يعني ما كان الخيار أنه اخترنا بعضنا لحتى نشتغل مع بعضنا، بالعكس نحن يعني كان الحب هو موجهنا. إلى أن بعد 5 سنوات من الزواج قررنا أنه خلينا نشتغل مع بعضنا بالصدفة، أنه ليش ما بنشتغل مع بعضنا من خلال أغنية زوروني كل سنة مرة لسيد درويش، كان هاني عم بيشتغل عليها لإعلان. فهيك اشتغلنا مع بعضنا. وندي حكما يعني صوته حلو كتير، صوته ببكي بس ما بيغني، ما بيحب يغني، لانه انا بفتكر يعني هي رفض، يعني هي نوع من السيكولوجيا، يعني انه تركته كثير، سافرت كثير، عنده رفض لانه امي غايبه كل الوقت. فانه انا بالنسبه له أميمة الخليل على التلفزيون مش ماما. بس راح على مكان يمكن بالموسيقى بيشبه بيو اكثر، بيشبه بيو اكثر، بيرتجل على اله الجيتار الكتريك، راح درس موسيقى بألمانيا. ف يعني الحياة هيك حطتني بمكان محاطة بالرجال، محاطة بالرجال، الرجال الفنانين، الرجال الفنانين، والرجال الأب، والرجال الأخ، والرجل الزوج، والرجل الابن.
فللأسف يعني أمي كمان سيدي مهمة كتير بحياتي، وأنا صوتي من أمي. بس أمي تركتنا بكير، راحت بكير، فشاء القدر أنه أنا أكون محاطة بهالرجال، وهودي الرجال محبين كتير ومساعدين كتير. صحيح. دكتور سليم الدادة، يعني من أين أبدأ؟ توليت فيني رئاسة. أقول شيء لسليم قبل؟ تفضل سليم. ما بعرف ليش. مرحبا. ما بعرف ليش أنا وياك ما اشتغلنا مع بعضنا. كانت يمكن بي بي بيشرفني كتير إني أشتغل معك وإني أروح على هذه التجربة، بس بفتكر الوقت اللي أنتوا كنتوا عم تشتغلوا فيه أغسطينوس، أنا كنت مش قادرة أتفرغ لهيدا، أعطيه حقه هيدا العمل. كان عندي فعلا. تسجيل فعلا. وكان عندي سفر وكان عندي إلى فعلا. آخره، بس يعني ما تتراجع، خلص خليك مقدام ونشتغل مع هلأ بعضنا. فرصة لعمل جديد. ونشتغل مع بعضنا. دكتور سليم، يعني كما قلت لك من أين أبدأ؟ حضرتك توليت رئاسة المجلس الوطني للفنون والآداب، عينت كاتبا للدولة مكلفا بالإنتاج الثقافي، رئيس لجنة تحديد المصنفات، منسقا لليونسكو، أيضا رئيس لجنة مراسم افتتاح واختتام ألعاب البحر الأبيض والمتوسط، أكثر من 120 مؤلف موسيقي، مؤلف منتظم للمقالات العلمية والبحثية. يعني من أين يأتي كل الوقت لأجل أن تقدم كل هذا الإبداع؟ ما الدافع؟ شكراً. هو أعتقد أنه الحافز الأول هو الإحساس بعدم كفاية الوقت. كما تعلمين أنا يعني اكتشفت الموسيقى يعني متأخراً ووحدي، يعني قبل أن أصبح موسيقي كنت رسام وكنت خطاط، واشتغلت بعض الشيء حول الكتابة شعراً ورواية. لكن يعني الوسط العائلي للأسف يعني مش كما، لم أكن محظوظاً بقدر أمي الخليل، لكن أنا يعني سليل عائلة محافظة ومتدينة، ومن جهة أخرى سليل عائلة رياضية. الموسيقى لم تكن هناك لها حظ يعني في العائلة، سوى يعني الاستهلاك والاستماع، لكن لم يكن هناك نماذج للاقتداء بها. ولذا يعني تطلب الوقت كثيرا، أكثر من 18 سنة حتى أكتشف فعلا أنه فيه قريحة وفيه موهبة التي صقلتها بالتعلم وبالدراسة عصاميا لسنوات كثيرة، وفيما بعد بطريقة منتظمة سواء في المعهد العالي للموسيقى بالجزائر أو بكونسرفاتوريو تورينو أو بجامعة سوربون بباريس. هذا أعتقد أنه هذا الإحساس بضيق الوقت أنه جعلني ممكن أبالغ بعض الشيء في النشاط لأستدرك ما فات، وأيضا لإحساس أيضا بمسؤولية أنه هناك كثير مما يكتب ومما يقدم ومما يجب أن ينتج في سبيل إرساء لبنة من لبنات الثقافة الجزائرية تحديدا والعربية عموما. وهذا الشيء تأثرت به، يعني لأول مرة سافرت يعني في الخارج كمؤلف موسيقي، وتم تقديم أعمالي في ألمانيا سنة 2007 مع الأوركسترا الفيلهارموني للشباب العربي. لاحظت أن هناك يعني لدى الآخر، لدى الغرب، لا توجد هناك فروقات بين جزائري وتونسي ومغربي ومصري ولبناني. كنا يعني جميعا كنا بالنسبة لهم عرب، وفي معظم الأحيان كانوا يعتبرون أن كلنا يعني كنا مسلمين. إذا هناك فهمت أنه يعني الحدود التي تفرقنا على بشكل خاص هي في الحقيقة وهمية بالنسبة للآخر، وبمثابة يعني أنك تحمل اسم عربي ستكون سفير للثقافة العربية. ولذا يعني وسعت في عملي. وحضرتك أخذت على عاتقك مهمة التثقيف الموسيقي دكتور سليم، وقدمت أيضا سلسلة من كنوزنا الموسيقية. الجيتار معك اليوم، فلا بد أن نستمع إلى مقطع صغير، مقطع قصير. نعم، هو في الحقيقة هو مقطع من ألبومي الأخير مع فرقة شلوق، هذا الفرقة التي يعني أسستها منذ حوالي 10 سنوات، ونشتغل على الموسيقى المتوسطية عموما. يعني ستجدين أثار لمختلف الثقافات المتوسطية، ونشتغل تحديدا على شاعر صقلي مولود في القرن 12 اسمه ابن حمديس الصقلي. وآخر سفرة يعني كانت في أندونيسيا، ترين هذا يعني الشميز من أندونيسيا. قدم لكم عمل اسمه وراءك يا بحر لي جنة
لبست النعيم بها على الشقا behind the sea. وراءك يا بحر لي جنة لبست النعيم بها لا الشقا وراءك يا بحر لي جنة لبست النعيم بها لا الشقا إذا أنا حاولت منها صباحا تعرفت من دونها مساء إذا أنا حاولت منها صباحا تعرفت من دونها لمساء تترارا تترارا ترارا تترارا ترارا جميل جدا دكتور سليم. مشاهدينا فاصل قصير نعود بعده لنتابع بألوان الحياة مع صوت المشرقي أميمة الخليل والملحن المغاربي دكتور سليم الدادة. مشاهدينا من جديد أهلا بكم. تعرف في الشرق الجزائري بالهريسة وفي الغرب بالشامية، أما عموم الجزائر فيسمونها حلوى قلب اللوز، ترافق الشاي الصحراوي الأخضر وأوراق النعناع في المقاهي العتيقة في قلب أزقة القصبة القديمة وحواريها. جولة في عبق ليالي شهر الفضيل يرافقنا خلالها الزميل سفيان مراكشي. أنا إنسان عايش في فرنسا متغرب صافي 23 سنة و 23 سنة ما يحصليش الشرف طول كون جوز رمضان هنا في الجزائر العاصمة غير من ذاك ويامات الأخيرة هذا مع كبر في السن وليت نجوز رمضان هنايا رمضان في العاصمة عنده بنة وحدها. في مدة قريب 30 سنة وحنا نشربوا القهوة هنا قلب اللوز ولا تايات هاد الحوايج ما يخطيوناش يعني تاع رمضان تاع رمضان شغل هذيك السهرة هذيك قلب اللوز هذيك التراويح تسمع الأذان كذا تحب تصلي وتجي حابط دير فيها أتاي تلاقى مع حبيبك هكذايا دير فيها قهوة وكذا وهادي هي وسهراني شوية وطلع للدار ومن بعد طلع للدار تريح. بديت نشوف دخل بلوز نتعلم فيه سنة 1985 واحد عمي علي هاي يدخلوا بالخير إن شاء الله كان يخدم معنا أنا نشوفه ونتعلم عليه هكا بنظرة بالعين ومن بعد بديت بالعقل معاه بشوية بشوية تعلمت الحمد لله في 86 كنت نخدم قلب اللوز ومارس هذه المهنة حبيتها وحاجة تقليدية تاع البلاد نحب أنا حاجة تقليدية تاع البلاد نحب نخدمها من قلبي. بالنسبة للجزائريين إقبال تاعهم يبدأ في شهر شعبان وبيكثر في شهر رمضان تسمى هو طابق أصلي تقليدي مائدة رمضان يكون فيها قلب اللوز. عرفوني بلي نخدم حاجة مليحة نقية وقلب اللوز تاعي اللي يديه عاود يولي والحمد لله يا رب. إذن دكتور سليم أجواء رمضانية مميزة في الجزائر الروحية التي يحملها الشهر الفضيل الإيقاع الهادئ لأيام الصوم كيف تؤثر فيك كفنان وقد علمنا يعني ببحث بسيط أنك تصوم حتى خارج أيام رمضان كيف تؤثر هذه الروحية فيك؟ والحقيقة رمضان يعني فيه أجواء خاصة و
اعتقد انه الانسان لما ينقطع عن الاكل عن الشرب انه يوجه يعني تقريبا يومه كاملا للعمل للحياه العائليه، ايضا في يعني عوده الى الاجواء العائليه، ايضا هو فرصه لعدم الانقطاع يعني لما يكون انسان كفكرا او كتابه او تاليفا. في دائما انا بالنسبه لي شخصيا في مردود ايجابي بعد كل رمضان، في كل مره يعني اخرج باعمال كتابات مؤلفات افكار. الاجواء في الجزائر طبعا انا كنت سنوات قضيتها في المهجر سواء في فرنسا او في ايطاليا من قبل، في اجواء خاصه وخصوصا يعني هذه الفتره البدايه في العاصمه لديها اجواء، انا وليد الصحراء من مدينه الاغواط، هناك ايضا اجواء خاصه واكثر ممكن اكثر روحانيه، وطبعا يعني ترافقت الاجواء اطباق نعم. خاصه واكولات خاصه وتقاليد وزيارات، يعني هي شيء جميل يعني باقي من الثقافه الجزائريه، واتمنى يعني يستمر ونحاول ان نعم. يعني نعطي لاطفالنا ما اعطي لنا من قبل. طب بالحديث عن هذه الاجواء في الجزائر، أميمة الخليل قلتي انه اكثر بلد لربما زرتيه هو الجزائر، وفعليا مؤخرا غنيتي في حفل على مسرح الاوبرا في المدينة الثقافة في تونس، وأيضا بالمهرجان العربي للغناء الطالبي كمان في تونس في لجنة التحكيم، كنت في المهرجان الطالبي. نعم، كيف توصفين العلاقة اليوم مع جمهور المغرب العربي؟ العلاقة خاصة جدا، يعني كمغاربي هني بيحبوا كل شيء بيجي من المشرق العربي، وأنا بفرقة الميادين حتى لما كان يعني اسمي غير موجود كنت اتفاجأ أنه بتونس وبالمغرب وبالجزائر على المسرح بيهتفوا، بس يعني ريانين اسمي بالكاسات، كان أيام الكاساتات يعني ريانين اسمي بالكاسات، ومنهم بيسميني أمينة منهم بيسميني أميمة، وبالمسرح يعني بيهتفوا أنه أميمة أميمة أميمة. فهاي العلاقة يعني لاحظت أنه فيها شيء هيك من الخصوصية، فيها حب كتير كبير فيها بتونس. يعني أنا بعرف أنه بيسموا أميمة لما يعني ما كان موجود الاسم قبل الثمانينات يعني جميل. فهيدي شغلة لابد أنه بتترك أثر وبتعطي هيك دفع، وخصوصا بتونس. يعني للجزائر للأسف أنا صار لي زمان ما رحت عليها، بتمنى أني أرجع أروح. المغرب كمان، بس تونس أكتر، يعني تونس أقرب هيك، ونحن والتوانسي بنقرب بعضنا أكثر كونه إليسا ملكة قرطاج يعني راحت من هون، فمنصور ف يعني بتونس أنا مثل ما قلت بحس إنه صار لازم طالب بالجنسية، يعني صرت فيني أقول عن حالي مواطنة تونسية وبالتالي مغاربية. فهذه العلاقة يعني فيها كتير جمال، حتى بيترجم هيدا الجمال على المسرح. يعني بآخر حفلة الأسبوع الماضي بتونس فيني أنا مغني، فيهم هني يعملوا الحفلة، بس الفرق أنه أنا اللي على المسرح وعم يتفرجوا علي. بس الحقيقة أنهم يعني عن جد أنهم كورال كبير، ومن النادر لحتى تلاقي صوت مش حلو هونيك، بالعكس الأصوات أكثر من حلوة. فبصير واحد بيقول إنه يعني ممكن يكون صوتهم أحلى من صوتي بعد، بس فبيخلق هيك نوع من الرهبة، نوع من المسؤولية الأكبر، نوع من الخوف، وبنفس الوقت بشخصيتي مجبولة التحدي، فبيخلق هذا التحدي بجواتي إنه بدي أتحدى صوتي، بدي أتحدى حالي لحتى أكون على مستوى هالجمهور، على مستوى العلاقة مع الجمهور. الروابط الفنية الثقافية الموسيقية بين المشرق العربي والمغرب العربي برأيك كافية أم يجب العمل على تطويرها لربما؟ مش كافية، يعني تكاد تكون شبه معدومة، تكاد تكون شبه معدومة. ما بعرف ليش بعد لليوم مش عم نقدر نلاقي صيغة بهيدا التواصل أو بهيدا التبادل على مستوى الموسيقى تحديدا، على مستوى الأغنية تحديدا. طبعا الأشياء الثانية بعد أبطأ يعني من الفنون الأخرى، فلابد أنه في ظلم لإلنا عندهم وفي ظلم لإلهم عنا. موسيقتهم بحر كتير كبير ومتنوع مثل ما أنت كنت عم تسألي قبل شوي سليم.
بين الأندلسي والمالوف والبربري والأجواء الصحراوية، الإيقاعات، المقامات، فكل هذا الغنى نحن محرومين منه الحقيقة. ويعني بالمشهد الثقافي والمشهد الموسيقي الغنائي، خليني أقول العربي، في نقص كتير بهذا المكان، وهذا شيء ظلم، ظلم كمان للناس، صحيح. ظلم للمتلقي. بس يعني بيروح الواحد هون بيفتح هيك شباك أو بيفتح طريق، لأنه قديش نحن بالإعلام العربي عم نخدم هذا الإنسان العربي بشكل عام. بالحديث على هذا السؤال عن ذلك دكتور سليم دادا، وصلت الأشواق يلي حوالي 75 دقيقة مزجت فيها فعليا بين التراث المشرقي، التراث المغاربي، وحتى الفن الهرموني الغربي. أي رسالة تحملها بهكذا أعمال للأصوات، للنوتات، للفرقة الموسيقية بأكملها؟ فعلا وصلت الأشواق وعمل كنت كتبته منذ 2005، والعمل اصلا يعني اسم على مسمى الوصله، يعني كوصله موسيقيه تحوي مقاطع موسيقيه اليه ومقاطع غنائيه، لكن ايضا هي الوصله التي تصل بين المشرق والمغرب، وايضا الوصله التي تصل في نظري السيستم، يعني التفكير العربي الموسيقي لحنيا او الخط الافقي مع التركيب العمودي او الهارموني الغربي. الوصلة هي تحمل أيضا مختلف الشعراء، في شعراء من المغرب ومن الأندلس، وفي شعراء أيضا من العراق، من مصر، من الحجاز. حاولت أيضا حتى موسيقيا أني ألفت نظر إلى تقارب ما يسمى بالمقام، يعني في الوصلة تقريبا اشتغلت على مقام واحد هو مقام النهاون، لكن النهاون له عنده صيغ عديدة، يعني فيه النهاون المشرقي المعروف، لكن ايضا لما يدخل الجزائر يصبح سيحلي مثلا في موسيقى شعبي، او لما يروح على طريقه المالوف يصبح رهاوي، وفيه تعاطي جديد وفيه نكهات، يعني كانك تاخذ سميتي فيما قبل الشاميه وقلب اللوز والهريسه، هو ايضا يعني نفس الطبق، نفس المكونات، لكن طريقه اداؤه وتقديمه تعطي هذه الهويه الخاصه. كذلك بالنسبه للايقاعات ايضا يعني حاولت اني اربط ما بين المصمودي الكبير الى النواخت الى الدور الهندي الى ما يسمى المخيلص او ايقاعات جزائريه. هذه الوصله يعني هي رساله، ايضا رساله الى المشرق، لكن ايضا رساله الى العالم كامل، يعني انه كنا اصحاب حضاره، والوصله تعلمين يعني منذ 3 أو 4 قرون كانت يعني كقمه او يعني اوج التاليف العربي، وفيما بعد يعني راح نشوفه في الغرب وين تظهر يعني السوناتا وفيما بعد السيمفونيه، يعني عدنا اثر ايضا في انتقال الموسيقى الراقصه الى موسيقى تراكميه وتركيبيه كما هي الوصله العربيه. طب لا نربط اكثر في هذه الحلقه بين المشرق والمغرب، ممكن نسمع من عزفك أغنية لأميمة الخليل؟ قصه أميمة بتغنية هذه صعبة، هذه صعب نكون مع بعض مع بعض. طب نسمع أول شيء. لا ما في شيء صعب، بالعكس يا سليم، أنتوا الأصعب، أنتوا الأصعب بالغنى اللي موجود عندكم بالإيقاعات بالموسيقى وبالمقامات. صح، ممكن كثير ناس يعرفوا عصفور طل من الشباك، لكن انا كنت افضل يعني اغنيه اخرى اللي هي نامي نامي يا صغيره. ايوه حلو. تحبي تغني؟ كثير حلو، كثير حلو.
حلو حلو كيف حلو طريقتك. يعني أنا لا أجرؤ أن أغنيها ولا في صوت. حلوة طريقتك. اسمح لي أخذها على طبقة تانية. بكرة بيك جاي حامل غلة الليمون، بيجيب لك تنورة وشال تتدفي بكانون، يا زغطورة الحندقة شعرك أسود ومنقى، واللي حبك بيبوسك والبغضك شو بيتلقى. نامي نامي يا صغيري تنغفى عالحصيري، نامي عالعتيمي تتنزاح الغيمي، ويصير عنا ضو كبير يضوي ع كل الجيري. حلو حلو كتير حلو كتير. مشاهدينا، وسط الحديث عن الصوت واللحن، أين الكلمة؟ الكلمة في الأبيات والقصائد والموشحات. من وحي ذلك نتابع ما في فقرة نوادر العرب لليوم. يحكى أن تاجراً من الكوفة قدم إلى المدينة المنورة بخمر، فباعها كلها، وبقيت السود منها لم تقبل النساء عليها. وكان للتاجر صديق هو الشاعر الدارمي الذي اشتهر بالشعر الغزلي، ثم ما لبث أن تنسك ولم يعد يقول شعراً غزلياً، وغدت معظم إقامته في المسجد. فشكى التاجر لصديقه ما صار إليه أمر تجارته، فقال له الدارمي: لا تقلق، فإنني سأبيعها لك. ثم أنشد قائلاً: قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبدي، قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى وقفت له بباب المسجد، ردي عليه صيامه وصلاته، لا تقتليه بحق دين محمد. فانتشرت الأبيات بين الناس، وأقبلت النسوة على الخمر السود، وباع الكوفي بضاعته بأكملها، ومضى في سبيله، وعاد الدارمي إلى تنسكه وعبادته. وهذا الموشح الرائع غناه الراحل الكبير صباح فخري. أنت أيضاً غنيتي قل للمليحة، وغنيتي من قصائد كبار الشعراء كمحمود درويش، كبدر شاكر السياب. اليوم هل ما زلت تجدين نفس الكفاءات بجيل الشباب أو الأشخاص اللي عم تتعاملي معهم؟ ما في شك، ما في شك. يعني الحياة حياة يعني ولادة ومستمرة، ما ممكن إلا يكون في طاقات. ممكن ما يعني أنا بعد ما التقيت فيهم، وفي ناس بشتغل معهم، بس الطاقات على طول موجودة. ما في شيء ممكن يحد إلا عدم الانتشار، أو إنه ما نسمع نحن بهذا الشخص ويصير بكرة بالتاريخ يعني موجود أكثر ما هو بالحاضر موجود، وهذا شيء أكيد بيوجع يعني. بس القصائد وقل المليحة يعني تحديدا أنا غنيتها بطريقة مختلفة جدا يعني عن اللي بتعرفوها أنتم من صباح فخري، وحسيت انه بمحل يعني بلكي اللي انا غنيتها او حط لكم بهذا التقرير بتمنى انه يكون هيك. القصائد كثيره هون، بحب احكي عن حتى المحكيه، يعني بالمحكيه في عنا ناس مهمين كثير بلبنان مثل جرمان وجرمانوس اللي انا غنيت له كثير. في وجد من مروان مخول، مروان مخول هو صديقي من فلسطين، من فلسطيني الداخل، اللي يعني إذا أتيح له إنه عن جد يتفرغ للكتابة ويتفرغ للشعر،
فهو من أكبر شعرائنا العرب اللي موجودين واللي أعادوا للخطابة مكانتها في الشعر العربي. كفاءات موجودة، طالما أنك حكيتي كتير كفاءات كتير موجودة، مش شوي، بالموسيقى، بالشعر، بالمحكي، بالقصيدة العمودية. هل هناك حدا بيلفتك؟ كثيرا، كتير كتير أصوات بتلفتني، شباب وبنات. مش لازم سمي لأنه الحقيقة أكتر. بس هون خليني أقول أنه ما بيكفي، عن جد ما بيكفي. أنا لما كنت صغيري وكان مارسيل يقول هيك أنه ما بيكفي يكون الصوت جميل، هلأ أنا بقول نفس الشيء، ما بيكفي أنه يكون الصوت جميل، في أصوات أكثر من جميلة، يعني بديعة وساحرة ويعني بتحسي أنه تقنيات يعني كتير عالية، إنما بينقص الأصوات مشروع موسيقي، بينقص الأصوات رؤية، شو بده يقول هيدا الصوت، يعني لازم يكون موسيقي وشاعر، يعني هي ورشة كاملة متكاملة لحتى تحط هيدا الصوت بقيمته. إذا كان صوت خارق إنما عم بيقول شو ما كان، ما بيعود، يعني أنا بفصله، بصير إنه ما فيني أفصل الصوت عن المشروع اللي عم بيقوله هيدا الصوت. فالأصوات كتيرة، الأسماء كتيرة، بس يمكن مش كلهم خيارهم كان إنهم يعملوا مشروع موسيقي. أكثر الشائع هو إنه نعمل مصاري لحتى لآخرتنا، يعني حتى نعيش. يعني يغلب للأسف. طالما أنك حكيتي عن جرمانوس جرمانوس وغنيتي له ذكريات الفل، متابع منا مقطع. يلا. يا ذكريات الفل، ما في حدا عمره معه بيضل. يا ذكريات الفل، ما في حدا عمره معه بيضل. ما منلحق نخبي شفي أعود إلى دكتور سليم الدادة. دكتور سليم، هل من مقطع بتحب تختم فيه معنا يمكن يكون قريب إلى قلبك أو بيعني لك شيء؟ شكرا. والحقيقة يعني كما تفضلت أميمة أنه لا يمكن فصل الصوت عن الكلمة والكلمة عن اللحن، ومشروع قائم ومتكامل حتى يقف على أقدامه جميعا. أنا أعود دائما، بما أني في فترة يعني ترويج للألبوم الأخير اللي سميناه يعني حلم ابن حمديس، The Dream of ابن حمديس، هذا الشاعر السقلي الذي تحدث عما هو حال البحر الأبيض المتوسط اليوم، في قصيدة يقولها في ديوانه: وجد عن الدمع فض ختم فانسكب، به أردت خمود الجمر فالتهب، وما تيقنت أن الماء قبلهما يكون للنار من بين الحشا حطبة. سأقدم مقطع من هذا العمل اللي سميته نويبة سقلية، يعني نويبة على شكل نوبة أندلسية نسبة إلى سقلية يعني سقلية. وجد عني دمعي فض الختم فالتهب، خمود الجمر
فالتهب يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا 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 طارت الليل يا طارت الليل. جميل جدا دكتور سليم. أميمة الخليل، غنيت دائما للقضايا، يعني الأغاني التي قدمتها دائما هناك معنى. أي القضايا برأيك هي لا تزال نفسها اليوم، وشو غنيتي لها إذا فينا نختم فيها؟ القضايا يعني كثيرة، والإنسان مشاكله كثيرة، وللأسف يعني هذا الجنس البشري ما بعرف يعني عشو مجبول لحتى بيحب الحروب، ونحن بننتقل من معركة لمعركة وحروبنا ما بتخلص، بتتغير جغرافيا إنما عطول الحرب ماشية، ما بتوقف، بتنقل من محل لمحل. القضية الفلسطينية هي يعني الشيء اللي ما بيتصدق، إنه كيف من بأي مبرر فينا نشيل شعب من محله أو نقتل شعب بأرضه لحتى ناخد له أرضه، بأي مبرر يعني، أو ناخد له بيته. أو هاي القضية هي اللي ما ممكن إنها تموت، وما ممكن إنه يتغير طريقة تفكيرنا تجاه فلسطين. فلسطين هي ناس، ومروان مخول هو صديقي، هو اللي يعني معه إذا بدك صرت بالنسبة لإلي فلسطين هي أهل، وفلسطين هي بيوت، غير إنها قضية وغير إنها شتات والناس يعني مشرشرين بكل هالعالم وما عندهم أرض. لفلسطين في أغنية حب بتقول تكبر تكبر فمهما يكن من جفاك ستبقى بعيني ولحمي ملاك، نسيمك عنبر وأرضك سكر وإني أحبك أكثر، نسيمك عنبر وأرضك سكر وإني أحبك أكثر. مشاهدينا، حلقتنا هذه أضاءها ضيفانا أميمة الخليل، شكرا جزيلا لك، شكرا لكم للاستضافة، الإبداع إن شاء الله. أكيد. دكتور سليم الدادة، الشكر موصول لك، ونحن أيضا بانتظار المزيد من أعمالك الفنية. مشاهدينا، الإبداع لا توقفه الصعاب، ومهما تلبدت الغيوم في سماء الفن فإن شعاعاً يخترقها ويضيئها بألوان الحياة. إلى اللقاء.